أنا ولاني سمعت كيف قلت لكم سمعت مواقف سياسية الأشخاص مع سمعت أنبياء مرسلين. أنا سمعت مواقف أنك أنت لا ينذكركم بها من جديد يا شيخ والبيه. هنا لك شورا صارهك وتم عدل صور أنت وولادك مع زوجة ترامب ومنتو وكوشنير وسكن في عاصمة الضباب في لندن وذاك عامل وحالف التين مع سامي كرقاش. يقال أن تم ذا كل سنة تركب في طيار وتدل وتنزل لنا في عاصمة رامدة فيها مطار مبني في شمن الفضائح معي وفي اللي نزل اللي تنزل فيه وتمشي منه ما قد تكلمت عن سبقاته وتقعد في قصر ما تعرف المبني بيشنه ولا تعرف سبقاته وتتكلم عن شمن التعايش السلمي في بلد مسلم 100%. هذا ما عنده معنى إذا عدي ولا يتعدل مؤتمر مؤتمر حدا يعدل فيها مؤتمر وكيف كنت عنده وزن عالمي يرضى يجي ويقول الحكومة الموريتانية توقف عن سرقة المال العام يقولهم عنهم يفعلوا العدالة وعن لقاش كامل قط كالوقية الموريتانية يعاقب. هذا يبوي زين ولا لأي يبقى عنك لقاش وأخبار صراعات الإخوان والسلفية وذاك احنا معنا داخلين فيه بل ما يعنينا قاعد احنا نتكلم عنه مواقفكم السياسية عالم كامل دخل خنافره وفي قضايا السياسة وتظهر مالي واقفين نفزر ولي القزماني وأسابق ذاك عبد العزيز هي مشكلة عند النت خرمس الدنيا كاملة ألا ديروا الشيخ عبد الله بن بيا مؤتمرات التسامح في جوجل وتوف خلوكم تجبروا عقاب الأخبار الشيخ ددو نفس الشيء فتاوي مولي في اليمن كان صايب كان قد يصيب عنها يقال قاعد لك شيء خاصه هو المهم عن هذه أمور سياسية ما هي أمور دينية. أنت عالم والله حافظ ياسر من الكتب وحافظ ياسر من أطراطيك ذاك شيء يعني في أنت وتلاميذك يقال أنت تدخل فتاوي في أمور السياسة وحياة الناس اليومية بعد تفاصيل ذاك ما ترد الدين ذات السياسة معناها أنك يلا تقبل النقد بصدر رحب أنك أنت هون ذي الآراء اللي تقول آراء سياسية وبالتالي عدسيان أنت والوزير والرئيس وذاك أنا عند لقاش انتقد ذي المواقف انتقد أنا ماني ماشي معاك مخوض معاك في أخبار شن الإشكاليات الفقهية لا أخبر أنت أنا ماني خايط معاك فيه. أنا قال لك إلا مسألة واحدة أنك أنت عالم وساكت عن فساد وشعب ينسحق قدامه ثانيا أنتم يفضل أن تراوا هي معروفة خلصوا ذي المشايخ الدينية وهذا الناس اللي في موريتانيا والفقهاء والعلماء يركبوا اللافية والدابس ذاك عامل شابر احنا ما قد انتم نسوي للرؤساء ونقول الواحد انت من اين لك هذا ونسكتوا عن واحد ثاني انه عالم وضفقي هذا تعال تعرف انه ما عنده معنى انت مودي من اين لك هذا معنى انهم خارج ياسر منهم فضلتوا ذا كامل قابلها اللام انبياء المواقف السياسية وهذا النوع من الفتاوي وبالتالي هو هنا اصبح رجل سياسة قام عدا رجل دين والسياسة حد فيها لا كيف لقاش في منصب عام دور الناس ما اللي ما هيكوس حد دور ما اللي تنتقد اللي لا يقولوا فل معناها هذي إذا شيء من الأمور عبد الله.